السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. صراحه توحشتكم توحشتكم والله العظيم، انا توحشت العائله ديالي اللي في اليوتيوب، بحكم ان تقريبا كل شيء متبعني في الانستغرام، اللي كل نهار انا معاكم في الانستغرام، ما كاينش نهار اللي من بنش ليكم في الانستغرام، ولكن اليوتيوب ليه واحد الشوق واحد الحنين اللي توحشتو. لهذا رجعت ليكم بهاد الوصفه بحكم انها عجبت كاع البنات في الانستغرام، قالوا سكينه خليها لينا فيديو في اليوتيوب. اول حاجه كنقول لكم شكرا على تساؤلاتكم، شكرا على مساجاتكم، على تعاليقكم، على حبكم. نبقى نقول لكم شكرا 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 لواحد الدرجه اللي ما تخيلوش، وسورتو بنات الانستغرام ديالي كنحماق عليكم. الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا وهي هذه، بحال شكل العنقره او ديك البارتي اللي كتكون في الظهر، بحكم انها كتكون فتيه وكتجي بنينه. الوغ كنحتاجوا البصله كتكون بكميه شويه كثيره باش كتجينا الضغميره مضغمره ومعسله، العطريه ديالي، الخرقوم عرق بزار شويه تحميره، القرفه عواد او المدقوقه، الملح، سكنجبير، شويه الخرقوم ملوين، المروزيه. بالنسبه للمشمش ديالي كنسلقوه في الماء، ومن بعد ما كيتنشف فيه داك الماء كندير فيه القرفه والسكر باش يتعسل. اللوز ديالي كنسلقوه في الماء وكنفسخو ونقليه في الزيت. الزبيب كذلك كنعسلوه في شويه الماء والقرفه والسكر، والقرقع ديالي كنزين به المشمش بالتقديم مع البيض السمان او البيض العادي، طبيعة الحال الثومه والربيع اللي ضروري منها. وغادي ندوزو ان شاء الله لتطبيق الوصفه. كنشد هكا بانيو اولا شي بول، كندير فيه العطريه كامله ديالي مع شويه الماء والزيت البلديه، نحك فيها الثومه وغادي نشد شيشيته هكا، وغادي ندخل داك العطريه مزيان في داك الحيمه ديالي، وغادي نخليها ترقد وتشرب داك الترقيده مزيان واحد الساعه هكاك، وعاد غادي ندوز نكمل الطياب ديال الوصفه ديالي. ومن بعد ما كطيب لي ديك اللحمه ديالي في المرقه ديالي، كنهزها ونديرها في صفايه تصفى، وكندهنها بزبيده وكندخلها الفران تحمر، سوا زبيده هكا العاديه سوا الزبيده البلديه اللي كناخذو داك ديال بحال شكل العبار، حتى هي كتكون بنينه. كندخلها الفران على درجه حراره 180 حتى 200 الفوق وتحت بما يتحمل ليا. ونمشيو دابا نكملوا لي زيتاب اللي باقيين واللي مهمين، منهم اللوز خصو ما يتحرقش ليا، غير يبدا يصهد شويه في الزيت كنطفي عليه وكنخلي ديك السهوديه ترجع عليه باش كيجينا محمر. الزبيب راه تعسل كما كتشوفوا، المشمش تعسل وزوقته هكا بالقرقع، وغادي نحط البلا ديالي وغادي ندوز للدغميره. الاسرار ديال الدغميره اللي كلكم كتسولوني سو كاينه شنو هي، الاسرار ديال الدغميره وهي بوطه مهيله معاكه كما كنقولوا المعاكه، وكتبقاي تمعكي ديك البصله. الحس ديال البصله ما خصوش يبقى لي في المرقه، تعليكه المعلكه تعليكه المعلكه بحال ديال العراس، راه كتجي البنات احسن من ديال العراس على ضمانتي، بحكم انني معروفه انا بالدغميره، معروفه بالطياب البلدي، الدجاج محمر، اللحم بالبرقوق، كيجي داكشي ديال الاعراس. السر ها نتوما كما كتشوفوا، بوطه مهيله مع التحراك، وتا الاخر كنزيد واحد الطوبه ديال السكر باش كتزيد تعسل ليا، بحكم ان البلا عندنا شويه محلو معسل ضروري خص تكون ديك شويه ديال السكر في الدغميره. وها نتوما كما كتشوفوا، لا زيت لا ليدام لا حتى شي حاجه، كتجي معلكه وبنينه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. ساهله مهله ما فيها حتى شي حاجه اللي زعما تقولوا راها واعره. وندوزو دابا لتقديم الوصفه. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو ديالي، وهذا الفيديو اللي خفيف ظريف غير كرجوع ليا، وان شاء الله تستافدوا منه مع جميع الاسرار ديال نجاح هذه الوصفه. ما تنساونيش بلي لايك وبلي كومونتير زوينين، ونتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. بسلامه.